بورتريه فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي. ولد فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي بموسكو في 11 من نوفمبر سنة 1821، وتوفي بسان بيترسبرغ في 9 من فبراير سنة 1881 في مسكن صغير بمستشفى مريم الذي كان أبوه يعمل فيه طبيبا. كانت أمه امرأة حزينة قلقة، وكان أبوه امرؤا جهم المزاج شرس الطبع قاسيا بخيلا، لكن في مقابل ذلك كان في جانب من الثقافة، فكان يحلو له أن يقرأ لأولاده صفحات من عيون الأدب، خاصة آثار بوشكين. واشترى الأب أرضا بمقاطعة تولا، وهناك تعلم فيودور حب الفلاحين والأرض، وبقيت له من ذلك ذكرى أودعها قصته القصيرة الفلاح مراعي. في عام 1833 عهد الأب بفيودور وأخيه ميتشال وهما أكبر أولاده إلى معلم فرنسي اسمه سوشار، ثم عهد بهما بعد سنة إلى مدرسة داخلية يديرها رجل تشيكي اسمه تشيرمان. درس فيها فيودور اللغات والآداب، فكانت تشيلر وولتر سكوت وديكنز هم الكتاب الأثريين على قلب فيودور خلال سنين. ماتت أم دوستويفسكي بمرض السل في 27 من فبراير سنة 1837 بعد مقتل الشاعر الكبير بوشكين بشهر واحد، فكان للحدثين أثر عميق في نفس الفتى دوستويفسكي. وبوفاة الأم انحدر الأب إلى هوة اليأس، وأرسل ابنيه إلى سان بيترسبرغ ليلتحق بمدرسة الهندسة الحربية. فأما فيودور فقد نجح في امتحان القبول، وأما أخوه ميتشال فلم يفلح بسبب سوء صحته، فمضى إلى ريفييل ينتسب هناك إلى ملحقة تابعة للمدرسة الهندسية. وعاش دوستويفسكي في مدرسة عسكرية داخلية لا يطيقها مزاجه الفني، ويكتب إلى أخيه قائلا: الحياة هنا كريهة مقيتة. فيؤلف حلقة مع الرفاق تعنى بالشعر والأدب، تقرأ تشيلر وهوفمان وبالزاك وجورج ساند وفيكتور هوغو، وتنعقد أواصر الصداقة بينه وبين غريغوروفيتش الذي سيصبح كاتبا شهيرا بعد قليل، وتنشأ صداقة بينه وبين موظف شاب اسمه إيفان شيدلوفيتسكي، وهو شاعر مثالي كان عاكفا على كتابة تاريخ للكنيسة. وقد كتب دوستويفسكي بعد ذلك يقول: إن معرفتي بتشيدولفسكي هيئت لي ساعات أعدها من أجمل ساعات عمري. وفي أثناء ذلك أحال والد دوستويفسكي نفسه على التقاعد، واعتكف مع ابنتيه الصغيرتين إحداهما في الثامنة والأخرى في الثانية في أرضه، وأدمن الشراب وكان يسيء معاملة أقرانه. فمن قضت سنتان حتى وجد قتيلا في الحقول عام 1839، فقد أجهز عليه نفر من الفلاحين كان يهددهم بجلدهم بالسياط، وكانت الفضيحة ولم يعاقب الجناة. تخرج بعدها دوستويفسكي بعد 4 سنين ونصف مهندسا برتبة ملازم ثاني في صيف 1842، فألحق بمكتب المهندسين في دائرة الهندسة بالعاصمة. وأصاب المهندس الشاب حظا من ثروة، وكان سهره زوج أخته الكبرى الوصي على الأسرة يمده بشيء من المال من حين إلى حين، ولكن الضابط الشاب مبدر متلاف يتعاطى القمار فيخسر ويستدين، ويختلف إلى المسارح وحفلات الموسيقى، ويتردد على منازل مشبوهة يعقد فيها صلات مع سكارى ضائعين، ولكن شغفه بالأدب يزداد يوما بعد يوم، حتى أنه كتب مسرحيتين لم تصل إلينا منذ كان طالبا في مدرسة الهندسة، ماري ستيوارت وبوريس غودونوف، تقليدا للكاتبين اللذين يؤثران في تشيلر وبوشكين. وعندما هبط بالزاك سان بيترسبرغ وكان دوستويفسكي يقدره كثيرا، أسرع يترجم كتابه أوجين غراندي ترجمة مستعجلة. اختصر الناشر ثلثها، وكان دوستويفسكي يتمنى أن ينشر ترجمة كاملة لآثار تشيلر.
يطلق دوستويفسكي درعا بعمله ضابطا مهندسا، فيقرر في سنة 1844 أن يستقيل، رغم أنه كان مثقلا بالديون، ويستأجر منزلا أقام فيه مع رفيقه القديم غريغوروفيتش الذي كان قد بدأ حياته الأدبية كاتبا واقعيا ناجحا. وفي هذا المنزل كتب دوستويفسكي روايته الأولى الفقراء على غير علم من صديقه، وحين فرغ منها ذات مساء في شهر مايو سنة 1845 نادى صديقه وأخذ يقرأ له روايته إلى أن فرغ من الرواية، فأخذها غريغوروفيتش وحملها في الغد إلى ناكراسوف الشاعر الوطني والذي أصبح مدير مجلة. لبث غريغوروفيتش الليل كله يقرأ الرواية على ناكراسوف حتى الساعة الرابعة من الفجر، ثم قام يقرعان معا باب دوستويفسكي في تلك الساعة المتأخرة ويوقظانه من نومه ليهنئانه. كانت تلك اللحظة أجمل لحظة في حياة دوستويفسكي، لم تبارح ذكراها خياله. بعد 3 أيام ذهب دوستويفسكي إلى الناقد الشهير بيلينسكي الذي كان قد تلقى المخطوطة من ناكراسوف، فما رأى بيلينسكي المؤلف الشاب هتف إليه قائلا وهو متحمس: أنت تفهم أيها الشاب ماذا كتبت؟ كان بيلينسكي يرى في هذه الرواية أول محاولة في كتابة رواية اجتماعية، محاولة لا يقدر عليها ولا ينجح فيها إلا فنان. ومنذ ذلك الحين وحين نشر الرواية ضاع صيت دوستويفسكي، وتظهر الرواية أخيرا، ويكون دوستويفسكي قد فرغ من كتاب روايته الثانية المثل، فلا تصيب هذه الرواية الثانية ما أصابته الرواية الأولى من نجاح، فيسارع يكتب أعمالا أخرى، ولكنه يسرف في التعجل فينشر الجارة وأقاصيص أخرى تخيب ظل بيلينسكي، وأنصار ظهور أدب اجتماعي يتجه إلى الشعب، وأخذ الأدباء الذين احتفوا به أشد الاحتفاء في الصالونات الأدبية يتنظرون عليه ويسخرون من زهوه بنفسه بل وبدمامة خلقه، ولم يبرأ من هذا حتى ناكراسوف وتروجوفين اللذان ينظمان قصيدة يهجوان فيها دوستويفسكي متفكهين هزئين. بعدها يصيب دوستويفسكي الضجر وتتكاثر ديونه، وينتقل من مسكن إلى مسكن، وتأخذ نوبات الصرع توافيه منذ ذلك الحين، ويتجه إلى الإلحاد بتأثير صديقه بيلينسكي، ويحاول أن يسري على نفسه بالاختلاف إلى اجتماعات الجمعة التي ينظمها باتراشيفسكي الموظف الشاب بوزارة الخارجية، وهو رجل مثقف كان يجمع أصدقائه ليتحدثوا عن السياسة والاشتراكية ويقرؤون كتبا منعت الرقابة تداولها. في عام 1848 تشب ثورة فبراير، الثورة الفرنسية، ويتردد صداها قويا، وهناك ظهر جاسوس يدعى أنتونيلي يشي بحلقة بيرتشفاسكي، واصفا أعضاءها بأنهم شيوعيون يحلمون بإقامة مجتمع اشتراكي. فيقرر نيكولا الأول إمبراطور روسيا 15 أن القضية خطيرة، ويقول: هب الأمر كله لا يعدو أن يكون كلاما وثرثرة، فإنه يظل جريمة لا تغتفر، فيجب أن تظل إمبراطورية روسيا صخرة لا تتزعزع، تتكسر عليها أمواج الثورة التي تهدر في الغرب، ولابد من إنزال العقوبة على هؤلاء المجانين الذين يتحدثون عن ثورة تقوم في روسيا. انتهى كلام الإمبراطور. ولما جاء فجر ليلة 22 من أبريل سنة 1849 قرع باب منزل دوستويفسكي نفر من الرجال الدرك يقودونه مكبلا بالأغلال إلى قلعة بيتروفلوفسكايا. لقد اقتيد إلى هذه القلعة 43 شخصا وضعوا في زنزانات منفردة، وانقضت على سجنهم 8 أشهر قاسية لم يسمح للسجناء خلالها بالقراءة والكتابة إلا في شهر يوليو. وعندئذ كتب دوستويفسكي قصته المشرقة البطل الصغير. ولم يمتد دوستويفسكي أمام المحاكمة إلا في أكتوبر،
وكانت التهمة الموجهة إليه أنه قرأ على جمهور من الناس الرسالة الحادة التي وجهها بيلينسكي إلى جوجول، وفيها يشتم الكنيسة الأرثوذكسية والسلطة العليا، وأنه حضر قراءة قصة جندي، وهي قصة تدعو إلى الثورة وتحض على التمرد. في 19 من نوفمبر أصدر المجلس العام حكمه بالإعدام على 22 شخصا على رأسهم بيتر شفاتسكي، وقرر الإفراج عن الآخرين، ولكن الحكم يقترح تخفيف هذه العقوبة وإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة. وقد وافق نيكولا الأول على هذا الاقتراح، وعرض على الإمبراطور أن تكون عقوبة دوستويفسكي 8 أعوام. فعدل الإمبراطور الحكم بجعله 4 سنين سجنا و4 سنين جندية في الجبهة، ولكن القرار ظل سرا، فقد شاء أولو الأمر أن يتسلوا بتمثيل مسرحية هزلية أبطالها بل قل ضحاياها هؤلاء الأشقياء الذين صدر الحكم بإعدامهم. السجناء لا يعرفون عن مصيرهم شيئا، وها هم أولاء يوقظونهم من نومهم في صباح 22 من ديسمبر، فيقادون بعربات إلى ميدان سيمنيو فيسكاليا، ويتلى عليهم قرار المحكمة بإنزال عقوبة الموت فيهم. وقام الجلادون فشدوا 3 من المحكومين عليهم إلى عمد أحكموا ربطهم بها، واصطفت أمامهم مفرزة من الجنود سددت بنادقها إلى صدورهم وتأهبت لإطلاق النار. وهنا يصل أحد الضباط مسرعا يتلو القرار الجديد: يبدل حكم الإعدام بحكم الأشغال الشاقة رحمة من صاحب الجلالة الإمبراطور. لقد أراد نيكولا الأول أن يلقن الشباب الطائشين درسا لن ينسوه، ولقد ظل دوستويفسكي يذكر تلك اللحظات الرهيبة طوال حياته، وقد استحضر صورتها وأفاض في الكلام عليها في كتابه الأبله. وفي ليلة عيد الميلاد عام 1848 أرسل السجناء مكبلي الأرجل بالأغلال إلى سيبيريا على زلاقات، فوصلوا إلى توبولسك بعد 18 يوما من السفر في جو بارد لا يطاق. وهناك قابلتهم نسوة منفيات متطوعات بطلات، فأعطينا كل واحد منهم إنجيلا وقليلا من المال. رحل دوستويفسكي إلى أومسك يقضي في معتقلها 4 سنين محكوما عليه بالأشغال الشاقة، وكانت الأشغال الشاقة شاقة حقا. فعلى المعتقلين أن ينقلوا حجارة وأن يسحقوا صخورا ويكنسوا ثلوجا بينما كعوبهم ترصف في الأغلال. وقد أثرت فيه دوستويفسكي هذه السنوات الأربع تأثيرا قويا، قال في ذلك: المعتقل قتل في نفسي أشياء كثيرة، ولكنه فتح أشياء أخرى. فبعد أن كان اشتراكيا وملحدا، عاد مسيحيا مؤمنا وفيلسوفا أخلاقيا، ينصرف باهتمامه إلى الصراع بين الخير والشر في النفس الإنسانية. أطلق سراح دوستويفسكي في 15 من فبراير سنة 1854، وأرسل إلى سيميبا لاتفيسك، تلك المدينة الشرقية التي يدين أهلها بالإسلام، ليصبح هناك جنديا في لواء على الجبهة، وهناك الخدمة العسكرية قاسية. لكن دوستويفسكي لا يتذمر، حتى لقد كتب إلى أخيه يقول: ذلك صليبي وقد استحققته، وأمكن بفضل بعض الشفاعتان أن يسمح له بالسكن خارج الثكنة العسكرية. فها هو أخيرا يتمتع بغرفة لوحده في كوخ بائس تقيم فيه أرملة أحد الجنود. امتلأت رأسه بالمشاريع، ويكتب إلى أخيه قائلا: أرسل إلي مجلات، وأرسل إلي المؤرخين الكلاسيكيين والاقتصاديين الجدد وأباء الكنيسة وتاريخ الكنيسة، أرسل إلي القرآن وكل الكتب التي تتحدث عن نقد العقل المحض، وأرسل إلي كتب هيجل حتما،
ولا سيما كتابه تاريخ الفلسفة. إن مستقبلي كله رهن بهذا. إنه يريد أن يتدارك الزمن الذي ضاع في المعتقل، ولكنه يقول في مرارة نفسه: آمل أن يسمح لي بالنشر بعد 6 سنوات. ولقد صادفت نبوءته الحق، فما كان أصعب طريق العودة إلى الأدب على الجندي المسكين غير أن رجلا من السماء هبط على هذه المقاطعة بعد 8 أشهر. إنه البارون الشاب ألكسندر فرانغل، الذي أصبح نائبا عاما بمحكمة سيميبا لاتفيسك. وقد زاره ميشيل دوستويفسكي قبيل مغادرته إلى العاصمة، وحمله لأخيه رسائل وكتب. كان هذا البارون قد شهد مهزلة تنفيذ حكم الإعدام وقرأ مؤلفات دوستويفسكي، فكان لهذا البارون أن يهتم بمصير الكاتب، فما وصل إلى تلك المقاطعة حتى أرسل يستدعيه، وسرعان ما أصبح الرجلان صديقين حميمين. فعل فرانغل كل ما استطاع أن يفعله من أجل أن يحصل الكاتب على العفو كاملا، فقدمه إلى الحاكم العسكري بالمنطقة وأدخله صالونات. فسرعان ما تلقى الجندي البسيط رتبة صف ضابط، وأصبح يقضي وقته كله طليقا عند فرانغل. وفي صيف 1855 استأجر فرانغل منزلا ريفيا ذا حديقة على الشاطئ، وكان هذا الشاطئ اسمه أرليتش. قضى فيه الصديقان الصيف كله. وفي تلك الفترة اهتز قلب دوستويفسكي بحبه الأول الكبير. لقد تعرف بماريا إيسايفا، وهي امرأة مثقفة. أبوها كان مدير جمارك في إستراخان، وكانت قد تزوجت معلما شابا اسمه إيسايف، وقد كان مدمنا على الشراب، وأخذ يتنقل من مكان إلى مكان حتى هبط تلك المدينة النائية التي فقد فيها وظيفته آخر مرة. انعقدت أواصر الصداقة بين دوستويفسكي وبين السكير وامرأته الشقية، وها هو يكتب إليها قائلا: لقد سلخت 5 سنين من حياتي خارج المجتمع وحيدا، ليس لي إنسان أفتح له قلبي، إلى أن استقبلتني كأنني واحد من أهلك. إنك امرأة رائعة، إن لك نفسا فدة بين النفوس، إنك طيبة كطفل، لقد كنت لي أختا. ودام هذا الحب عاما كاملا، واستطاع بعض أصدقاء إيسايف أن يحصلوا له على وظيفة صغيرة بمدينة كوزينتسيك، فتمزق قلب دوستويفسكي للفراق. بعدها مات إيسايف بعد قليل، تاركا طفلا في 7 من عمره. فأخذ دوستويفسكي وفرانغل يمدان الأرملة البائسة ببعض المال في من حين إلى حين. ثم عرض عليها دوستويفسكي الزواج، فوافقت ماريا رغم أنها لا تشعر بالحب حقا نحو هذا الضابط الصغير.